انت النهار ما خرجوا تقولوا علاش كتقول اليوم، ما كنقولش انا النهار، كتقول صحيفه النهار، ها هي ديك 2.5 مليون مجنون في الجزائر. واش انا خرجت شي حاجه من عندي؟ هي اللي قالت هيا بنا الى المونديال. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الكراغيلا داروا احصائيات على عدد مختلين عقليا، اجي تشوف شحال لقاو باش تيقوا القضية ديال فاش كنقول لكم رفع عنهم القلم، راه تعرفوا علاش. اجيو نشوفوا بعدا الفيديو اللي صيفطو عاد ندوزو ديال العدد ديال المجانين عندو. ندوزو الاول فيديو. وحنا الدولة الوحيدة الجارة ضروري يقول الوحيدة ولا الأولى ولا الأقوى ولا الأكبر، ضروري هو ديك النرجسية. أنت اسمع، وحنا الدولة الوحيدة الجارة، أقرب جار وأكبر جار إلى ليبيا بغض النظر على الجوار مع شقيقة مصر. ومن بعد ما عطيتي حتى شي لعبة، هادي غير بغى يخرج النفس، راه دروس. ما كاين حتى شي زيادة. كيفاش نحن الدولة الوحيدة، قلت انا اللي يقول لك اللي غادي تصدر الى كذا ولا تصنع كذا ولا شي حاجه انجاز، الوحيدة والاكبر اللي جرى ليبيا. ومن بعد عاود تسمع ياك ما تفهم واش اللعبة. وحنا الدولة الوحيدة جارة، اقرب جار واكبر جار الى ليبيا بغض النظر على الجوار مع شقيقة مصر. فهمت شي لعبة فاش بغى يوصل زعما، ما بغى يهضر راه هضر، كان علينا فاش سالا نصفقوا عليه زعما راه دار شي حاجة، راه قال شي حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. دوزو الفيديو اخر. اليوم فصاعدا زيدوا كل نهار بشوية بشوية، عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيه، لابد واحد يحرك المرميطة بصفة عامة. هذا مسؤول جزائري، هذا مسؤول جزائري، هذا مسؤول جزائري. شو دابا مسؤول اش كيقول؟ راه شي مرات كنقول يمكن حنا فاش كاين المشكل، يمكن هاد الهضره هي اللي خصها تقال. بدا يدخلوا يخرجوا، الديب كلا الخروف، الخروف كلا الديب، المرميطه، العراس، النوضوها، البلبلوها. حتى اسمع، يلا سمع. اليوم فصاعدا زيدوا كل نهار بشويه بشويه، عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيه، لابد واحد يحرك المرميطه بصفه عامه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما لقيت ما نقول. مسؤول واحد ما لقيتوش بعقله كيهضر بشي هضره منطقيه، مسؤول واحد. هادشي كاع اللي سمعت انا، ما لقيتش مسؤول واحد كتحس بانه مثقف وعام. نعاود ربما نفهموا. مليون فصاعدا من اليوم لقدام، سير زيدوا كل نهار بشويه بشويه، نزيدوا كل نهار بشويه بشويه. عرس منا غنى من هيه، عرس منا غنى من الهيه، المهم بلبلوها. شطيح من هيك، شطيح من الهيه، لا من هيه، لابد كدا من الهيه، لابد واحد يحرك المرميطة بصفة عامة، لابد واحد يحرك المرميطة بصفة عامة. الله يحسن عوالكم الكراغل مع هاد المسؤولين. الله يحسن عوالكم. ما لقيت ما نقول، باش غتقول دابا فاش المرميطة كدا؟ ما خصكمش وزير الصيد البحري يصيفط لكم نيبة؟ يجد لكم وزير الصيد البحري، راه يكون احسن من المسؤولين ديالكم. مثقف عامر بعدا عارف اش كيقول، لا هضر غادي يهضر شي هضره زوينه. لا حول ولا قوه الا بالله. تخدم 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 هكذا تخدم هكذا، مسؤول جا القلبه بعوج. يلا حي نعومه
لا لا كاش حي نعاودوه لا لا تفيني الباب هكذا نعاودوه كاش حي ما عجبتك نحاسبوه كاش حي ما عجبتك حاسبني ماشي ما عجبتنيش ماشي متقونه سويها ماشي متقونه تعاود غير على حقك انت يا ماشي دوك حقنا حنايا هو حقك واحد غير مع البيبان اللي الناس كيشوفوا فيديو التحسين والباب الباب ما قدوش الباب ما قدوش مزيان هادوك راك بغاو ينضموا كاس افريقيا وينضموا كاس العالم البيبان ما مقادينش عندهم دايرينها خصك بدا تدخل هكا ولا تدخل هكا الباب بلا بعدا كان حاسك هذا هو البيرو ديتي دعما ما يشوفش نخدم عليك ورا دير ها هذا الباب هذا هنا درنا لها السيد الوليد اللي رزق درت له رزق تاع هذه درنا واحد الريزيرف هذه درنا له واحد الريزيرف تاعك تشكر تاريخ في القلب ونخدمهم انا قلت نخدمهم اللي في حقي في حقي نخدمهم نعاودهم كاع مشكل نعاود اللي ما عجبتكش نعاودها في الوليد يا رجل مش عجبتنيش تخدم خدام الشيء اللي عطيناه لك هذا ما كان اللي ما عجبتكش نعاودها لك نعم واحد غير مع البيبان نعش يخرج وعلاش بناه بناوه باش دائما يبرئ هو بروتيجي باش نتبروتيجيو باش نسيد الوالي ندخلو للوجمون نلقاها كيف كيف اسمع تي اون تران دو ديفوندا سكني با ديفوندا تي جوستيفي سكني با جوستيفي ريزيدي ما سي 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 تقول ريزيدي ما تخدم لناش خويا سي بون خاصو شي تربح الناس صبرت ما نعطيهمش انا خرد المواطنين وريزيليين معاهم على البيرو دي ديت لي دو اسمح لي لي دو هاك لي دو هو ريزيلي معاه ما تخدم معنا ما نخدمو معك يكثر خيرك غشيتنا هنا وتحبس يتبوردو قدام الكاميرا راه دابا عارف كيصور انا حرام انا معليش كنت تسلم ضرا معليش حقك صعبه تغشنا لا لا ما شفتك شحال نعاودها لك لا لا ما تعاودليش لا لا انت غشاش غشيتنا ما غشنا فاني سامنا حقك تديه بلا مزيدنا وحقنا ندوه بلا مزيتك حقنا انك ما تجيش تخدم معنا مين كايا مين تبدي راسك سي بون ما تجيش تمشي ممنوع يدخل في فيها ميساج ليزي ما فو فيت ان ميساج ليستوار تلك راغلي لذلك بربي اسبوع اسبوع انتم واحدين مع البيبان ناس قادو السيارات ديال اللي يضروش انتم الباب واش عوج واش ما عوجش لا يوقف لا يدير هكا لا داير هكا شبابنا واطفالنا واولادنا هذه الغيره السايده هذا عمل لي فيها انجليزي ولا 210 كيلومتر في الساعة هولندي والآخر إيطاليا أنت عربي ابن الصحراء والبادية كما قلت 2006 لم تكن أمي خضراء العين ولم يكن أبي أشقر اللون ارفع راسك لأنك مغربي أنا عربي الهوى والانتماء شو الطابلو شو الفيتاس كيدير شو الحطة كيديرة الاخرين قدوا لنا تراكتور لداخل كتدخل كتشوف الارض من التحت شات لا حول ولا قوه الا بالله باش كتقن راسك مع الكراغله كتحس بالله راك ظلمتي راسك ظلمتي راسك ندوزو لفيديو اخر ها انت عاود ودني للوطوات نشوف واش قال عاود راه دابا العافيه شعله فيه من كوره من هاد السيارات اللي صوب المغرب من العافيه شعله فيه كان رجل من تبسا ولا يدعي يدعى شي مرات يدعى رمطان واش رمطان مع عمامره يذهب بتجارته الى مكه المكرمه قبل الاسلام لبيع محصوله من دقله نور النوع الممتاز
بين النوع اللي بغي يكتب. المهم نور النوع الممتاز. ولما عرف عرف عليه الرجل من شهامة وكرم ورفعة في الأخلاق، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار شهرا للصيام قال له أصحابه سنسميه رمضان تكريما للرجل الجزائري. ولما كان من العسر على أهل مكة نطق رمضان فضلوا تسميته رمضان. تحيا الجزائر والمجد والخلد، أقسم بالله الناس إلى صافي سالت الحفلة تسمى رمضان على اسم ديال الجزائري سميته رمضان. قالك جزائري، الجزائر صاحبي راه من 62 لهاد الجهة 1962 لهاد الجهة، علاش كضحكوا دابا؟ علاش كضحكوا؟ اللي بغيت نفهمها لا حول ولا قوة إلا بالله. شو تلك رغولي دابا تا هاد هاد ودني الوطوات تا واخرج كيقول لك لا رمضان تسمع ومازال ما استصغناش، مازال ما دخلتناش الراس القضية ديال الأخلاق المجاهد، جات موراها الصخرة المجاهدة، دابا عاودها رمضان بسميت واحد الجزائري. والله إلا نتوما إلى عالم كوميديا بامتياز. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إلا كان لك رمضان ندوزو الفيديو آخر. وانا كنقول اه انت صبر شوف 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 الصحيفه ديال النهار، انت 2.5 مليون مجنون في الجزائر. كضحكوا فاش كنقول لكم خص ندورو سياج ونديروا له مستشفى الامراض العقلية. بصح صاحبي 2.5 مليون انت راه واش قلت انا شي حاجه؟ انت وانا كنقول علاش الكره الارضيه كلها اصبحت موجوده في كوكب الجزائر الله يستر وصافي. انت عاد خرج قال لهم رمضان تسمى راه حتى هذاك يمكن داخل فيك 2.5 مليون وانت ما كتقول لنا 2.5 مليون شهيد الساعه لقينا 2.5 مليون مجنون اللي عندكم في الجزائر ماشي شهيد. لا حول ولا قوه الا بالله. انت النهار ما خرجوا تقولوا علاش كتقول اليوم؟ ما كنقولش انا النهار، كتقول صحيفه النهار ها هي هذيك 2.5 مليون مجنون في الجزائر. واش انا خرجت شي حاجه من عندي؟ هي اللي قالت. والله يشافيكم الكراغ، الله يشافيكم الشيء اللي قدر انا نقول لكم، قدر نقول لكم الله يشافيكم. هذا ما كان الاخوان، وصلنا اخر هذا الفيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وديما مغرب. ايوا دير لايك الا وصلتي حتى لهاد النقطه وما درتيش لايك. واش باغي نشدوا لك يديك ونهبطوا بها اللايك؟ دير لايك عاد خرج من هذا الفيديو. يلا تحياتي لكم وديما مغرب، السلام عليكم. واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال اتاي راكي درتي ليا انتي القرون.